شايفين الباوربوينت image compression؟ يا دكتور جود. اذا لحظه هيدا تشابتر 5 بيحكي باختصار عن عدة استراتيجيز، منهم لوسلس ومنهم لوسي بالإيمج كومبريشن، بس أكثر شيء رح نتناول بالتفصيل جي بيج أو اللي هي جي بي جي نفس الشيء. في عندي لحتى نحكم كمان إنه هل الكومبريشن منيحة ولا مش منيحة، في شيء اسمه ديستورشن ميجر رح ندرسه، وبعدين different kinds of compression methods. To store, treat or print an image, it's necessary to reduce the size of the file of the image while keeping the information applicable. يعني الهدف الأساسي هو is to reduce the size. إن كان بدنا نخزن الفايل أو إن كان بدنا نعمل له transmission over the internet. الهدف الأساسي من الكومبريشن هو to reduce the size of the file. هلا مش دائما السايز بيصغر، مرات بضل مثل ما هو مرات بيصير اكبر، فبدنا ننقي كومبريشن ميثود تتناسب مع نوع الفايل. الايمجز عندهم بيستعملوا طبعا كومبينيشن، بيستعملوا الطرق اللي تعلمناها يعني بشكل عام بالكومبريشن، بس كمان في سبيشال ميثودز تكنيكس بس للايمج بيستعملوهم. لحظة شوي. في شيء ما شفت اوكي. هلا على هيدي الصورة ببين انه كل ما زدنا الكومبريشن، خلينا نقول جين او الكومبريشن ريشيو، كل ما الكواليتي صارت اسوأ. مثلا هيدي جي بيج اللي بتحافظ على 100% من الكواليتي. إذا بدنا نضغط الفايل أكثر بالجي بيج بتصير الكواليتي 50%، وإذا بعد بدنا نضغطه بتصير 25%. هلا الجي بيج هو لوسي، وهون آخر صورة بالرايت بوتوم كورنر اللي هي عندها كواليتي كتير سيئة. يعني مثلا إذا بنطلع مسكة الإيد هون على الأوريجينال، هون ما بقى مبينة مظبوط، كأنه يعني ما في مسكة، شايفينها؟ يعني واضح إنها صارت مغبشة الصورة كلها والتفاصيل مش مبينة منيح، بينما 50% بعدها مقبولة. Image compression is applying data compression methods on digital images to reduce the size to be able to store it using little storage or to transmit it quickly. Compression can be lossless. ضيعنا البن. Okay, lossless, which is preferred for art drawings. إذا في إشي كتير دقيق له علاقة بالرسم. Technical drawings في قياسات بالأقل من المليمتر. Icons or comics، يعني الايكونز لانهم صغار كمان اذا خسرنا من الكواليتي ببطلوا مبينين بالمره. These kinds require lossless compression. وAlso كمان medical scans ممكن بالمابس، ببعض انواع الجيوغرافيك مابس، انه نعوز دقه محل ما بدنا الصوره تضل مثل ما هي وتكون دقيقه، بدنا lossless compression. While lossy methods are appropriate for images for natural photos، يعني الأشياء اللي منصورها نحن من الطبيعة، ممكن إنه نخسر it tolerates acceptable loss while achieving a substantial reduction in binary code. يعني نقدر باستخدام lossy compression نضغط الفايل أكثر على حساب الكواليتي، بس الكواليتي يعني بتكون minor loss مش كبير. Lossless compression algorithms do not deliver compression ratios that are high enough.
مشان هيك بنلجأ لللوسي كومبريشن نحن. So most compression algorithms بالمالتيميديا يعني مقصود مش بس بالإيميجز وبالأوديو وبالفيديو وبالأنيميشن هن لوسي. The compressed data is not the same as the original data but a close approximation of it. And it yields much higher compression ratio ratio than of lossless compression. هلا هون في الانواع مثل يعني classification لانواع lossy compression. اول طريقه اللي هي بتستعملها الجيف حكينا عنها المره الماضيه. The reduction of color depth to the most frequent colors in the image. يعني بدل ما نستعمل 24 بت بير بيكسل نستعمل 8 بت بير بيكسل. هيدي عدد البت بير بيكسل مشان نتذكر بنقول لها الكالر ديبث اسمها. فوين وي ريديوس ذا كالر ديبث الكالرز ببطلوا عددهم كتير كبير بتبطل الترو كالر بس الصورة بتصير حجمها تلت. إذا بدل ال 20 ال 24 بت استعملنا 8 بت يعني دغري بتنزل للثلث يعني عندي الجين 66% وبضل الحجم 33% من الحجم الأصلي. ثاني طريقة subsampling of chrominance. هون كمان منقلل الكالر ديبس بس عملوا analysis كمان على العين الإنسان لقيوا إنه هذه ثاني طريقة العين حساسة على luminance أو brightness أكثر من الكالر itself. يعني إذا هذه ما فينا نشرحها على الـ RGB بدنا نشرحها على الـ HSL أو HSB اسمها Hue Saturation Brightness أو Luminance. Luminance أو Brightness العين حساسة عليها بس الـ H والـ S مع بعض هدول بسموهن Chrominance. مرات بيقولولهن Chroma ولوما لوما لومينانس والكروما الكرومينانس. هودي هن بيمثلوا المعلومات عن لون الكالر اتسلف. فالعين حساسيتها على الكرومينانس أقل من حساسيتها على اللومينانس. مشان هيك this method takes advantage of the fact that the eye perceives brightness more vigorously than color. مشان هيك نحن بس بدنا ننقص الكالر ديبس منروح مننقص البيتس اللي مخصصين للكروميننس مش اللي مخصصين لللومينانس. So dropping half of the chrominance information in the image does not affect the quality substantially لأنه العين منا حساسة على اللون حساسة على البرايتنس أكثر. ثالث طريقة هي الفراكتال كومبريشن. الفراكتال كومبريشن بتروح بتفتش على فراجمنتس مثل بعض أو بيشبهوا بعض كتير وبتحفظ الفراجمنت مرة واحدة. يعني مثلا إذا بنطلع نفترض هيدا السلايد اللي قدامنا هو صورة في عندي أنا حرف السي حرف السي هون موجود مرة وهون موجود مرة. إذا بدنا نعتبره مش حرف شكل هيدا جزء من صورة نفس اللون ونفس الشكل فنحن بنحفظه مرة واحدة وبنحفظ البوزيشن تبعه وين موجود. يعني هي فراجمنت أو فراكشن من الإيمج بتتخزن مرة واحدة بالفايل مع البوزيشن تبعها. لحظة كاتيا كا هلا رح نشوف على اكزامبل كيف تشتغل فراكتال كومبريشن. واخر شيء اللي هي الجي بي كومبريشن اسمها كومبريشن ترانسفورم كودينج يلي بتستعملها JPEG أو JPG كمان رح ندرسها بالتفصيل. هيدي it is the most common method حكينا يعني بالشابتر اللي قبله كمان قطعنا عنها لأنه
رح نشوفها step by step لحتى نقلنا نحكم أي compression method اللي أفضل. بدنا نقارن بين الأوريجينال والريكونستركتد. في عندي ميجر اللي هي شو نقول لها هيدي سيجما. مين بيتذكر هذه شو اسمها؟ ما حدا متذكر شو اسمها؟ ستاندرد ديفيشن. لا شو مش ديفيشن، شو دخل ديفيشن؟ هذا الرمز عم بحكي، هذا الرمز اللي رسمته هون شو اسمه؟ هذا اللي شكله هيك. سيجما يمكن. Whatever. فالسيجما هي إذا بدنا نشيل السكوير من هون هي square root of 1 over n sum from 1 to n xn minus yn square. شو هي الـ x وشو هي الـ y؟ هدول هن dots اللي موجودين أو الـ pixels اللي موجودين بالـ original والـ reconstructed. إذا مثلاً الـ x هي الـ original، الواي هي الريكونستركتد. إذا الصورة في بقلبها مثلاً 1000 بيكسل، بدنا نلاقي الفرق بالألوان بين الأوريجينال والريكونستركتد ونعملها سكوير ونجمعهم كلهم مع بعض وبعدين نقسمهم على عدد البيكسلز الـ N اللي هي الألف. So XN and YN and N are the input data sequence reconstructed data sequence. فإذا الـ X هن الـ input الـ original، الـ Y هن الـ reconstructed data sequence and the length of the data sequence عدد الـ pixels الـ N. الـ N هي الـ length عدد الـ pixels. يعني عندي أنا صورتين، خلينا ناخد صورتين هون. هايدي هايدي original شايفين image، وهايدي reconstructed image، بيشبهوا بعض كتير بس في فرق. يعني إذا بتطلعوا مثلا هون على المنخار هون، هيدا عرض المنخار هون، بتلاقوا شوي صار أعرض بس التفاصيل بعدها منيحة ظاهرة كويس. أو مثلا حد هون هاي المنطقة هيك، إذا بتطلعوا عليها هون بتلاقوها صارت أغمق. يعني مش إكزاكتلي نفس الصورة، بس اللي ما شايف الصورة الأصلية أو ما دقق بالتفاصيل، هون المنخار مثلا هاي المنطقة هون صغيرة، هادي شوفوا قديش عريضة طلعت هون. اللي ما بدقق بالتفاصيل يمكن ما ينتبه لأنه الإمبريشن هو ذاته نفس الصورة فيجوالي، بس في فرق. هذا الفرق لحتى نحن نقيسه يعني scientifically mathematical wise، مش بالعين نحن عم نطلع. بدنا ناخد الفرق بين اللون تبع أول بيكسل هون وأول بيكسل هون ونعملهم سكوير ونروح نجمعهم تاني بيكسل، ناخد تاني بيكسل هون وتاني بيكسل هون، ناخد الفرق بنعمله سكوير بنجمعهم، نجمع كل البيكسلز كل الفرق بالبيكسلز بالألوان بين الأوريجينال والريكونستركتد إيمج وبعدين بنقسمهم على عددهم حسب هذه الفورمولا، وبعدين بناخذ السكوير روت منهم لانه هون عم نعمل سكوير. فلما نجمعهم بدنا نقسم على عددهم طبعا، يعني مثل سم كايند اوف، هي بتشبه الديفيشن بس نحن بدنا نشوف الصوره قديش تغيرت. فهيدا اسمه الديستورشن فاكتور. The visual distortion perceptual distortion measures the perceived error. في عندي mathematical distortion mathematical measure وفي visual distortion، مش دايما بيتفقوا مع بعض. لأنه مثلا أنا إذا عندي curve هيك وهذا الكيرف شكله هيك مثلا،
نفترض لما عملت الكومبريشن، هذه صورة لكيرف، لما عملت الكومبريشن ورجعت عملت الريكونستراكشن طلعت هي ذاتها 99.9% هي ذاتها، بس شو زاحت من مطرحها شوي، زاحت 2 بيكسلز مثلا to the right. mathematically distortion measure رح تطلع عالية، رح يطلع انه في a lot of distortion، بس visually نحن رح نشوفها انها هي ذاتها الصورة، ما رح نلاقي، يعني صعب كتير انه نلاقي فرق. So it is possible to have a very clear visual distortion with poor measure of distortion، أو بالعكس visually يكون no distortion but the measure gives big distortion. مثلا an image shifted to the right of a vertical line، إذا انزاحت شوي من محلها بس ظلت مثل ما هي شكلها، العين ما بتميزها أبدا. So there is no distortion while the mathematical measure will be big. لأنه لما بتنزاح بتصير مثلا تنزاح بتصير عندي إياها هيك هيدي، والكيرف بصير هيك، كل النقط اللي زايحين من محلهم اللي أنا نزحت معي لتحت whatever كلهم رح يكون في فرق كتير كبير باللون بين الأسود والأبيض، فرح يطلع الماثيماتيكال ميجر عالية. يعني الفكرة إنه مش دايما بيزبط إنه فيجوالي وماثيماتيكلي يكون مطابق على بعضه، بس بالإيمجز اللي هن مثلا منظر من الطبيعة ممكن تزبط، هذه special cases. واضحة الفكرة؟ عم تسمعوني؟ ايه عم نسمعك. اوكي، فإذا إذا ما في أسئلة بكمل. The rate distortion theory، في رأي بيقول أو theory يعني أكيد مثبتة by experiment إنه كل ما هيدي الأكسس الهوريزونتال هي الدي، يعني الداتا سايز حجم الداتا، والفيرتيكال أكسس هي أكسس هي rate of distortion R of D. كل ما صغرنا حجم الفايل، هون شايفين هذا حجم الفايل صغير، صارت الديستورشن أعلى، كل ما ضغطنا أكثر بصير عندي ديستورشن عالية. The rate is the average number of bits needed to represent a data source symbol، مثل الكوست يعني. Typical rate distortion function، if D is a tolerable distortion، يعني نحن بدنا ناخد الفاليو تبع D يكون محتمل الديستورشن تبعها مقبول يعني visually، then R of D is the minimum rate with which the data source can be coded while having an upper limit of distortion equals to D. H indicates lossless compression. When D is zero, then no distortion. When D is zero, H هي lossless compression. يعني بالعكس المفروض D هي الديستورشن مش حجم الداتا، هي الديستورشن، يعني كل ما قللنا الديستورشن D is the distortion و R of D هي rate with which the data source can be coded. فإذا كان ما في distortion بالمرة D، بتكون ال R of D بتكون هون على الليفل ال H، يعني عندي lossless compression. كل ما زادت ال distortion، كل ما صارت ال rate
يعني in average اللي بتمثل الكوست يعني عدد البيتس per symbol اللي عايزينهن بصير أقل، يعني كل ما صار حجم الفايل أقل. إذا نحنا قلنا the average number of bits to represent a pixel هون مقصود يعني data source symbol، فينا نقول عنها هون pixel لأنه إذا عم نحكي عن the images هيدي فيها تكون pixel. فعدد البيتس بير بيكسل كل ما كان أقل، اللي هي هذه الفانكشن R، كل ما كان أقل كل ما كانت الديستورشن أعلى. مثلا هون بدنا نأخذ عدد قليل، الديستورشن بتصير كبيرة. أوكي، هلأ هيدا ثيوريتيكال لأنه نحنا ما في عندنا هون زيرو بيتس، ما فينا نوصل لمطرح إنه عندي زيرو بيتس بير بيكسل. يعني هذه practically الديagram لازم بتكون somehow هيك هيك، يمكن ما بتوصل للصفر. يعني في عندي minimum number of bits إن فكرتنا إنه كل ما ضغطنا الفايل أكثر كل ما الديستورشن صارت أعلى. هذه هي inverse proportional. الفراكتال كومبريشن قلنا إنه الألغوريثم بروح بفتش على fractions أو fragments that are identical. So it is based on the detection of recurrence يعني repetition of the grounds and tends to eliminate redundancy of information in the image. Fractal compression is a destructive compression. ليش destructive؟ لأنه ما رح يكون هالفراجمنت اللي بلاقوه علقة أو اثنين أو أكثر exactly هن ذاتهم بالصور العادية إلا ما يكون في اختلاف. فلما بينعمل reconstruction للصورة رح يكون في اختلاف، في فرق بالreconstructed عن الأوريجينال. So it is destructive as all baselines are not reflected in the final image. هيدا الإكزامبل بفرجيني هون في عندي اثنين fragments. هيدا الفراجمنت هيك، هلا واضح انه مقسوم شوي بالدياجونال، نصه ابيض ونصه اسود، وفي هيدا الفراجمنت حجمه اصغر شوي حد العين هون كمان مقسوم بالدياجونال اسود وابيض. فاذا بناخذهم مكبرين هيدي اذا كبرناها رح تعطيني هالشكل هيك، هيدا الشكل قصيت منها ما بيسر. وبينما ال سوري هاي مش العين، هاي دي الشابو العرقية. هذا خليني أشيل الرسم وأرجع عن جديد. هاودي الخطوط مبينين باهتين شوي. فإذا هاي دي الأول فراجمنت اللي هي من العرقية، هيدا الخط الزهري، هيدي رايحة لهون لفوق، والعين شايفة من العين هاي أصغر، هيدا الخط الأصفر نازلة لتحت. هلأ مكبرين هون بنفس النسبة بحيث إنه مبينين حتى البيكسلز شوي. إذا منطلع عليهم منلاقيهم يعني بيشبهوا بعض بس مش exactly the same. هاي دي مقسومة هيك وهاي دي مقسومة بالعكس. شو بيعمل الألغوريثم؟ بيعملهم يعني بيعمل أول شيء processing لحتى يصيروا مثل بعض. هاي دي الكبيرة بده يبرمها rotate و rotate
مشان تصير البوزيشن الأبيض والأسود مثل الشقفة اللي من العين، فصارت هيك بس ستيل بعدها أكبر. بيقوم شو بيعمل؟ بيعمل سكيل داون، بزغل لها حجمها برمها مرة. هون شو عمل؟ روتيت وبعدين لومينانس موديفيكيشن، فتحها شوي. المهم صارت نفس الحجم وتقريبا الخط بنفس الاتجاه تقريبا، هيدا مايل شوي أكثر هيك، صاروا مثل بعض بس مش exactly the same. فالألغاريتم بيحسب الديفرنس بيناتهم أو سم أفريج وبيخزنها. بعدين لما بده يرجع الصورة بياخد هيدي بيرجعها محل العين وبيعمل عليها inverse processing، بيرجع بيغير اللومينانس، هون الفاليو تبعت اللومينانس أو البرايتنس، وبيرجع بيكبرها، بيرجع بيعمل لها روتيشن، بيرجع بيحطها محل هون هاي محلها، هذه الفراجمنت العرقية. بس طبعا شايفين انتو فيجوالي انه هذه اللي طلعت معنا اخر شيء الديفرنس عندها شكل مختلف عن اثنيناتهم، اثنيناتهم يصيروا ديستورتد. هلا ممكن يلاقي اثنين فراجمنتس او اكثر بيشبهوا بعض، يمكن هون يلاقي مثلا كمان فراجمنت مقسومه بهاي الطريقه. كل ما لقى فراجمنتس بيشبهوا بعض اكثر كل ما كانت الكومبريشن ريشيو اعلى. هدول كلهم بيشبهوا بعض، بفتش عليهم طبعا، بخزن معلومات عنهم، حجم البلوك والبوزيشن تبع البلوك اللي اخذوه مشان يقدر يعمل لهم الكونستراكشن. في سؤال عن فراكتال كومبريشن؟ واضحه الفكره؟ الو، في حد؟ اي واضحه الفكره دكتور. طيب كثير عم بتطولوا للجاوبوا، بس انه حيلا حدا يجاوب انه اوكي. هلا الطريقة الأخيرة اللي رح نتعلمها هي JPEG method اللي اسمها DCT أو Transform Coding. اسمها Transform Coding، بيعمل Transformation من شكل من Matrix لMatrix تاني. هلا رح نشوف كيف. إذا منطلع على السلايدز اللي شفناهن المرة الماضية الشابتر اللي قبله، قطع هاي السلايد قلت لكم هيدا ما رح نفوت فيه بالتفصيل لأنه بدنا نشوفه المرة الجاي. في بقلبه كروميننس ريسامبلينج، يعني الجي بيج بتستعمل ريدكشن اوف ذا كولر ديبس، بس بتشيل من الكروميننس انفورميشن مش من اللومينانس، بيكوز ذا اي كانت ديستينجوش كروميننس ديفرنسز within a square of 2x2 points. يعني الأربعة بيكسلز اللي هم 2x2 بصير عندهم نفس الكروميننس انفورميشن اللي هي الأفريج تبعت الأربعة، بس اللونينس بتضلها لكل وحدة مخزنة لكل بيكسل. ثاني شيء image division into blocks of 8x8 points. Then the application of the DCT function. DCT يعني Discrete Cosine Transformation applies which breaks up the image into a sum of frequencies. بتحولوا البيكسلز لفريكونسيز، الألوان يعني تبع البيكسلز لفريكونسيز. الخطوة اللي بعدها الكوانتيزيشن، وبعد الكوانتيزيشن بنستعمل الـ RLE، وبعد الـ RLE بنستعمل الـ Huffman. هلا معتبرين هن انهم اربعه فيزز،
بس بالسلايد بالباوربوينت الرقم 5 الشابتر 5 مش رح نحكي نحن عن الكرومينانس ريسامبلينج، رح نبلش من البلوكس اوف 8 باي 8 بوينتس، رح نشتغل على بلوكس اوف 8 باي 8. سو اذا بنرجع باك على الشرط تبعنا رح نشوف هون الترانسفورميشن الفيزز، ما في انه كرومينانس ريسامبلينج ولا في ولا في division into blocks 8 by 8. دغري بلشنا بالدي سي تي هون. المرحلة اللي بعدها الكوانتايزيشن، بعدين الكودينج، نحصل على compressed image أو منخزنها أو منبعتها over the internet، وبعدين بتصير نفس الستيبس بس بالعكس، decoding بدل الencoding، inverse quantization بدل quantization، inverse DCT transformation، تطلع عندي reconstructed image. يعني الcompression والdecompression بيشتغلوا بنفس الطريقة بس بعكس الphases، يعني بعكس الorder. في شيء هون ما بعرف حدا بعد شيء. عم تسمعوني؟ ايه دكتور عم نسمعك. ماشي اوكي، فكرت لانه مرات لما ببطلوا يسمعوا بيبعتوا لي مسج، شفت في مسج ففكرت انه صار شيء. سو وي كونسيدر that these are the main phases or steps of JPEG compression: segmentation, DCT transformation, quantization, and coding. يلي بستعمل طريقتين RLE و Hoffman coding. فهون ما رح نحكي عن الكرومينانس مع إنها مستعملة بالJPEG. Transform coding. Coding vectors is more efficient than coding scalars. يعني نحن بنعمل coding لفيكتور اللي هو 2 dimension أو matrix. Matrix vector نفس الإشي بس بيختلفوا بالدايمنشن. 8 by 8. If y is the result of a linear transform t of the input vector x. فنحن بدنا نعتبر إنه الx هي الانبوت matrix وy هي الاوتبوت matrix. In such a way that the components of y are less correlated, then y can be coded more efficiently than x. هلأ منشوف كيف شكل الx وكيف شكل الy ومنفهم ليش الy is efficient to compress using Hoffman, using RLE بالأول بعدين using Hoffman. If most information is described by the first few elements of a transformed vector, the remaining elements can be set to zero. يعني بيتحولوا لفريكونسيز وهدول بيكونوا مركزين بالتوب ليفت كورنر وبالرايت بوتوم كورنر بيكونوا زيروز أو قريبين كتير على الزيروز نهملهم. The transform itself does not compress data. DCT ما بتعمل compression للداتا بس بتحولها من matrix بشكل معين لماتريكس عندها values مختلفين. JPEG is a free code, thus allowing it to be widely distributed on the internet. It allows you to handle color images in grayscale also. يعني. It has many uses such as medical scanning because it offers powerful method that is the reason of its widespread distribution. So it is the most popular JPEG. مشان هيك نحنا يعني منركز عليه مندرسه بالتفصيل أكثر. What is DCT? The experts are based on the fact that relevant information of an image characterized by two-dimensional signal image are only the components of low frequency of the signal. The eye is less sensitive to high frequencies. The DCT transforms signal amplitude into frequency information.
يعني signal amplitude هي الفاليو تبعت الكلر مقصود فيها. الكلر مثلا الأحمر، اللون الأحمر تتذكروا لما درسنا الفيزيبل سبيكتروم، اللون الأحمر عنده ويف لينكث أعلى ولا ويف لينكث أقل من الأزرق؟ الويف لينكث تبع الأحمر أعلى لأنها الفريكونسي أقل، مش هيك؟ هلا الـ DCT بتحول الـ value تبعت الكلر لـ frequencies. When working with matrix IMG of XY, the X and Y axis represent horizontal and vertical dimensions of the image. يعني هون نحن عم نشتغل على blocks 8x8. On the matrix DCT of IJ, the axis represent the frequency of the signal in two dimensions. فإذا بطل عندي الكلر itself صارت الفريكونسيز تبع السيجنال. So بالDCT given image segmented into blocks 8x8 pixels and we aim to obtain a new representation of each block containing the same information but in another form where information is concentrated on few elements. These elements are on the top left corner by using a matrix of transformation. في عندي هذه الفورمولا DCT فورمولا. I'm not going to explain mathematically from where we got this formula. بهمني أنا تعرفوا آخر تنتين، لازم تحفظوهم كمان تكونوا عارفينهم. هذه يلي هي للدي سي تي، واللي تحت اللي هي الانفيرس دي سي تي، لأن بيشبهوا بعض كتير بس مش exactly the same، في بينهم فرق. بدنا نلاقي بما إنها ماتريكس بدنا نلاقي sum of sum من الصفر للسبعة، من الصفر للسبعة by I J. عندي أنا given matrix هي 8 by 8 matrix. So بدنا نجمع كل الإليمنتس، مجموع الإليمنتس by I and by J، بس مش as they are. بدنا ناخد هون عندي ال I وهون عندي ال J. مثلا إذا بدنا ناخد ال من الصفر للسبعة بدها تتغير ال I وال J بتكون زيرو. ال J الأولانية ال J أول شيء بتكون 00 01 02 03 للـ 07، بعدين نروح الـ I بتغير بتصير 1 10 1 1 1 2. وكل مرة بنضرب بالـ original element of the matrix اللي هي 8 by 8 f of ij بالvalue تبع الـ element، الvalue تبعت الـ color. شو اللي بيطلع عنا؟ شو اللي نحن عم نحسبه؟ نحسب الإليمنت بالأوتبوت ماتريكس يلي هو عنده الإنديسز U و V. مثلاً أنا إذا بدي ألاقي الإليمنت اللي بدي أحسب الإليمنت F 2 5، يعني الإليمنت بالأوتبوت ماتريكس يلي بده يكون عنده second row fifth column، بحسبه من كل الأوريجينال ماتريكس بجمعهم كلهم، بس بتغير هون الفاليو تبعت اليو والفاليو تبعت الفي، كل واحد من الإليمنتس بتكون ثابت. يعني هون بدي أحط 2 وهون بدي أحط 5، ضرب باي على 16، وهون كوساين وكوساين كوساين ملتيبليكيشن كوساين ملتيبليكيشن الإليمنت من الإنبوت ماتريكس. في عندي هون constants بالأول شيء، هيدا الكونستانت بيعتمد على الـ U والـ V القيمة تبعته. إذا كانت الـ C of، هون حاطين له فورمولا of
ما بتذكر شو اسمها، بتساوي power of 2 over 2 إذا كانت ال U أو ال V بتكون 0، بتساوي 1 otherwise. حتى ال square root of 2 over 2 قديش قيمتها بتطلع؟ يمكن قريبة من الصفر بس مش صفر، ما بناخدها صفر لأنه إذا أخذناها صفر كلهم بيصيروا صفر. So هيدي constant تنحسب لكل element بالoutput matrix and it depends on the U and V. إذا كانوا صفر يعني لأول row لأول column بتكون السي صغيرة، وللباقيين كلهم بتكون قيمتها 1 over 4 و sum of sum. الinverse DCT إذا بتشوفوا تقريبا هي ذاتها، يعني هيدي البارت رح تتكرر، رح تكون هي ذاتها. بدل ما يكون هون عندي input element بنحصل على الاف كبيرة هي الاوتبوت matrix والاف صغيرة هي الانبوت. هون بتصير الاف كبيرة هي الانبوت والاف صغيرة هي الاوتبوت، بس هون حاطين لها تلدة لأنها reconstructed مش exactly، هي ما بترجع exactly مثل ما كانت. وهذا الفاكتور فوتينه جوات الـ sum of sum. ليش؟ لأن هون sum of sum عم تتغير الـ V والـ U، ما فينا نخليه برا. بكل loop عم تتغير الـ value تبعت الـ U والـ V، بينما هون الـ U والـ V ثابتين لـ element معين اللي عم نحسبه بالـ output matrix. هودي مسؤولين عنهم انتم، يعني ثلاثة فورمولاز هدول مسؤولين عنهم. هلا نحن اذا جينا بدنا نحسب نعمل جنراليزيشن، نعمل جنرال يعني كومبيوتيشن. هيدي الماتريكس ريبريزنتينج ذا ايمج 8 باي 8، وكل F منهم هي a value of the color، مثلاً بين الصفر ومئتان وخمسة وخمسين إذا كنا عم نستعمل 8 bit color depth. هذه الماتريكس هي الأوتبوت ماتريكس أو الماتريكس تبع البيزك فانكشنز اللي بتعطيني الأوتبوت. كل وحدة هون مثلاً هايدي، نفترض هايدي هي فانكشن نحسبها من كل هودي، من كل الانبوت هودي كلهم نستعملهم بالكالكوليشن تنطلع هايدي واتسيترا. كل الاليمنتس تبع الاوتبوت ماتريكس بنحسبهم، كل وحده من الاليمنتس تبع الاوتبوت ماتريكس بنحسبها من كل الاليمنت تبع الانبوت ماتريكس. سم اوف سم كوساين تايمز كوساين تايمز اف اف صغيره اوف اي جي، هيدي عندي هون هيدي اي جي 2 3، هيدي هون بتصير يو في للاوتبوت ماتريكس. هلا اذا افترضنا انه اليو باي اوفر 16 لكل اوتبوت اليمنت هي ثابته بنسميها اكس، والفي باي اوفر 16 لكل اليمنت، بذكركم اليو والفي هن الاندكسز تبع الاوتبوت ماتريكس، هيدي كمان بتكون ثابته لكل اليمنت بالماتريكس بنسميها واي. اذا جينا حطينا هون هيدي صار اسمها واي، وهيدي اليو باي اوفر 16 صار اسمها اكس. اذا عبيناهم بالفورمولا نحصل على كوساين واي كوساين اكس لأول إليمنت، كوساين 3y ضرب كوساين اكس لثاني إليمنت. شو اللي عم يتغير؟ عم يتغير 2i plus 1 وال 2j plus 1. مثلا هون ال i صارت ال 2i plus 1 صارت 5 7 9 11 13 15، إذا ال i 7 ال 2i plus 1 بتصير 15. مثلا إذا أخذنا هيدا الإليمنت هون
الاي هون عندي اياها 5 2i plus 1 11 الجي عندي اياها 0 1 2 3 4 4 2j plus 1 هي 9 فهدول الفاليوز تبع الاثنين كومبوننتس الكوساين تايمز كوساين هيدي شو بتساعدنا الماتريكس بتعمل جنراليزيشن يعني هدول ثبتناها وحسبنا الفاليوز تبعهم لكل لكل يو لكل في منروح بنجمعهم سيمبلي بنحط الفاليو تبعت اليو والفي بنجمعهم او بالاحرى بنضربهم ببعض بنجمع الضرب تبع الكوساين تايمز كوساين نجمع الضرب تبع هايدي زائد هايدي زائد هايدي زائد هايدي نجمعها لكل الماتريكس باي اي اند باي جي اذا اخذنا للاليمنت 0 0 مين هو الاليمنت 0 0 الاليمنت 0 0 بالاوتبوت ماتريكس باللي اسمها اف الx بتساوي 0 والy بتساوي 0 طبعا ليش لانه اليو 0 والv 0 شو بصير عندي اذا جينا حطينا محل الx 0 ومحل الy 0 هون cosine of 0 شو بتطلع 1 cosine of 0 كمان الx والy اثنيناتهم 0 تطلع هيدي كلها 1 فشو بضل عندي؟ بضل عندي الـ f of i j times 1 فرح تصير البيزك ماتريكس للـ f 0 0 بدل ما تكون هيك كوساين 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 رح تصير 1 1 1 1 1 لأنه كوساين of 0 1 هذه الماتريكس بنقول لها ماسك لكل element بالأوتبوت ماتريكس في له ماسك إذا ضربنا هيدي الماتريكس عملنا multiplication element by element بين الماسك ماتريكس والماتريكس تبعت الانبوت اللي هي على ميزة اليمين هيدي الايمج أول element ضرب أول element وثاني element ضرب ثاني element ثالث element وجمعناهم طلعنا السم تبعهم بصير أهين علينا نعمل الكالكوليشن وآخر شيء بعد ما نعمل السم ما لازم ننسى الكونستانت اللي قبل قبل السم هايدي آخر شيء بنضرب بهايدي الكونستانت فبيطلع عندي بنقدر هيك نحسب كل إليمنت بالأوتبوت ماتريكس إذا بدنا ناخد الإليمنت F01 بالأوتبوت ماتريكس رح يطلع عندي هايدي البيزك ماتريكس يلي بدنا نضربها بالإيمج ماتريكس إليمنت باي إليمنت ونجمعهم وآخر شيء نضرب الكونستانت اللي قبل السم إذا بدنا ناخد الإليمنت 1 0 بدها تطلع هيدي الماتريكس إذا بدنا ناخد الإليمنت 0 2 رح تطلع هيك لأنه شو اللي عم يتغير عم يتغير الإكس والواي 0 2 إذا اليو كانت 0 الاكس بدها تطلع 0 اذا الفي كانت 2 الواي بدها تطلع 2 باي اوفر 16 يعني باي اوفر 8 فمن هون نحن بنحصل على ماتريسز اذا مثلا عندي اف 22 شايفين كيف الالوان محطوطه الالوان عم تشتغل كل ما الرقم كان اصغر زاويه باي اوفر 8 7 باي اوفر 8 كل ما الكوساين كان اعلى الكوساين للزيرو هو 1 بينما هون الكوساين بتكون اصغر فاللي غامقه هي بتكون عندها وزن اكبر هدول الاثنين كولونز غامقين عندهم وزن اكبر هون اللي غامقين من تحت هن اللي عندهم وزن اكبر اقرب للواحد بينما اللي من فوق عندهم فاليو قليله عندهم وزن قليل مشان هيك فاتحين فإذا نرجع لهيدي الرسمة اللي فوق هون رح بتشوفوا كيف بتتوزع هيدي مسمينها الفريكونسيز كيف بتتوزع الفريكونسيز
على الاوتبوت اليمنتس. بالنتيجة راح يكون أول إليمنت هو الفاليو تبعته أكبر شيء هيدا، وبعدين بصيروا يصغروا الفاليوز تبع الأوتبوت ماتريكس باتجاه دياجونال من التوب ليفت للتوردز لبوتوم رايت كورنر. هلا إذا بدنا نطبقها على الإكزامبل، هون أخذنا فرجمنت هوموجينيوس بلوك هيدا الأسود اللي فوق من صورة لينا، هيدا هوموجينيوس ما في تكستشر، منه ريتش تكستشر، يعني ألوان قريبة على بعضها. وهيدي الإف إف صغيرة الجيفن، حصلنا على إف كبيرة آي حين هون محطوطين، حصلنا باي كالكوليشن على إف كبيرة أوف يو في. إذا بتلاحظوا هون كيف موزعين الألوان، قريبين على بعض بس موزعين على كل الماتريكس. هون المعلومات صارت مركزة بهالزاوية هيدي هيك. الباقيين هلأ هون عندي مثلاً 11 وهون في 11، الباقيين كلهم قريبين من الزيرو. إذا بدنا نقارن الفاليو 515 بالنسبة للأربعة والثلاثة، هدول كلهم فينا نعملهم زيروز، فينا نهملهم. إذا أخذنا بلوك تاني rich of texture، rich in texture، هيدا البلوك الريش، في بقلبه الريش تبع العرقية البلوك اللي هون، واشتغلنا عليه بنفس الطريقة، رح نلاحظ إنه المعلومات بالأوتبوت ماتريكس مركزة على مساحة أو spread، مش مركزة، منتشرة على مساحة أكبر. يعني هون عندي 108 وفي 28 و59 وهون في 65، فكمية المعلومات اللي بنقدر نكبها ونهملها رح تكون أقل. هدول مثلا هدول منا نكبهم، بس رح تكون كميتهم أقل من البلوك يلي هون. هون فينا هدول بكل بساطة كلهم فينا نتخلص منهم هيك. يعني عندي شايفين على حساب شو بتكون الكمبريشن، هدول تخلصنا منهم كبيناهم اعتبرناهم صفر، ضل عندي 5-6 أرقام، عدد محدود من الأرقام يلي نحن بحاجة نخزنهم. بينما هون الأرقام اللي منكبها عددها أقل بكتير، حسب الليمت قديش بدنا نعتبر أي هو. هيدي اسمها quantization لما بدنا نكبهن، هيدي المرحلة اللي بعدها. لحظة، so الفراجمنتس أو البلوكس الهوموجينيوس بيعملوا compression أعلى بكتير من البلوكس اللي فيهن rich texture يلي فيهن ألوان مختلفة وفيهن contrast بين النقط أكتر، إشي أغمق وإشي أفتح. It is observed that the coefficients of high absolute value are located on top left of the matrix, of the output matrix. The importance of the coefficients for the reconstruction decreases as you move diagonally from top left to bottom right. That corresponds to high frequencies. فإذا to which the eye is the least sensitive. فإذا المعلومات بتكون مركزة، المعلومات اللي بتكون مركزة هون هي المعلومات اللي بتكون العين حساسة عليها أكثر، والمعلومات اللي بتكون بالبوتوم رايت هي المعلومات اللي العين مش حساسة عليها اللي هن الهاي فريكونسيز. العين حساسة أكتر على اللو فريكونسيز مش على الهاي فريكونسيز، فنحن إذا كبيناهم ما رح يأثروا كتير على الفيزيبيليتي، على الكواليتي من وجهة نظر، يعني how do we perceive the image. The inverse discrete cosine transform, we can restore the image by inverse process. Note that in theory, DCT does
that introduce any loss of information on the image. The original block can be reconstructed without loss by using the inverse DCT. In fact, the DCT coefficients, yani those seen in the matrix of arrival, are rounded to the nearest. By making the transformation using inverse DCT, we can observe slight differences between the treated and the initial matrix. يعني نحنا لو جينا أخذنا الماتريكس هايدي اللي أشيل الوين. أوكي. لو جينا أخذنا هايدي الماتريكس as input الـ F. الـ F كبيرة. أخذناها as input and apply on it the inverse discrete cosine transformation. رح نرجع نحصل على matrix مش exactly the original, بس it will be very very close to the original matrix. Loss of data بتكون بس على حساب يعني إنه في بطلع عندي float numbers لأنه في اسمه في cosine وفي اسمه بالفورمولا هيدي اللي شفناها وينها. هيدي الفورمولا فيها كوساين وفيها اسمه وضرب الأرقام يعني ما بتشتغل على integer values. فاللوس رح يكون بس على حساب الراوندينج يعني very little loss بهيدي المرحلة يعني لا يعتبر إنه هو basic source of loss of information بالجيبيج. ليش؟ لأنه نحن قادرين نعمل reconstruction to a very very close matrix. الفاليوز بيكونوا كتير قريبين. إذا جربتوا تعملوا انتو calculation باستخدام الفورمولاز وتطلعوا الاف ومن الاف كبيرة ترجع تطلعوا الاف صغيرة بالانفيرس فور باستخدام الانفيرس فورمولا راح تلاقوها كتير قريبة من الأصلية. الثيرد ستيب هي الكوانتايزيشن. الكوانتايزيشن هي السبب الأساسي لللوس اوف quality, loss of data. In signal processing, quantization can approximate a continuous signal or values in a discrete set of large size by the values of discrete set of relatively small size. شو مقصود بالquantization؟ إذا نحن أخذنا حيلا signal, إذا أخذنا analog signal هيك مثلا, الquantization إنه نحن كل value بدنا نغير الpointer. كل value على الكيرف الانالوج كيرف بدنا نعطيها discrete value. هون value يلي بعدها بدنا نعطيها discrete value. هون هذه بنقول لها quantization. هون horizontally على ال x axis اللي هو السيجنال هيدي بنقول لها الكوانتايزيشن ستيب او انترفال يعني المسافه بين كل اثنين values بدنا ناخذهم بينما الواي اكسس هو عباره عن ديجيتال فاليو هي طبعا بدها تكون بالباينري يعني نحن بس نعمل quantization مثلا إذا أخذنا 3 bits بيطلع عندي 8 different levels إذا أخذنا 8 bits بيطلع عندي 256 different levels فكل ما كترنا عدد البيتس لكل value بالانالوج signal عم نحكي بشكل عام هلأ مش عن الكلر عم نحكي بشكل عام شو يعني quantization فنحن كل نقطة على الانالوج curve بدنا نعطيها ديجيتال فاليو بالباينري بدنا نحدد عدد البيتس اللي بدنا نستعملهم هيدي مستخدمة بالفويس ومستخدمة بكل مطرح هلا الكوانتايزيشن كمان ممكن تكون انه انا عندي وايد رينج اوف فاليوز بدي اصغر الرينج عندي كوانتايزيشن فاليوز اوف لارج سايز يعني مثلا انا عندي سيجنال عمليت digital signal مش analog signal. في بيستعمل مثلا
1024 different levels يعني 10 bits. فأنا بدي أقللهم بدل ما يكونوا 10 bits بدي أنا أعملهم مثلا 8 bits عدد ال levels. سوري عدد البيتس اللي بستعملهم يعني من 1024 ليفل بدي اعملهم 256 ليفل. So when the values are reduced to smaller size كمان هيدي بنقول لها quantization. كيف بتنعمل هيدي الشيء؟ بانه بنقسم كل value مثلا هون لنقصها من 10 بيتس ل 8 بيتس بدنا نكب منها قديش 2 بيتس يعني بدنا نقسمها على 4 2 to the power 2 2 to the power 2 بتنقص لي الحجم تبع الداتا من 10 بيتس ل 8 بيتس بيروح منها 2 بيتس so we divide by 4. هيدا كمان نوع من الكوانتايزيشن. فإذا الكوانتايزيشن هي عبارة عن عملية قسمة، نقسم العدد على عدد ثاني ومنكب اللي بيطلعوا الفراكشنز مشان نصغر الرينج تبعه. هيدي إذا بتتذكروا كمان المرة الماضية حكينا باللوك أب تيبل مثلا هيك بنعمل، نقسم اللون على مثلا 32 منشيل 5 بيتس من 8 بيتس بضل عندي بس 3. نفس الفكرة هون. So quantization is reducing the number of distinct values in the source data that must go and that must undergo a compression. بالimage processing كيف بنعمل quantization؟ هذه الماتريكس اللي طلعت عندي هون مثلا هيدي إذا جينا كلهم قسمناهم على 10 مثلا على القيمة 10 وكبينا الفراكشنز هيدي قديه بتصير؟ 51. هيدي بتصير 6، هيدي بتصير ناقص 1، هيدي بتصير 0، وهيدي 0، وهيدي 0، وهيدي 0، وهيدي 0. فإذا بهيدي الطريقة نحن بس نقسمهم على عدد على 10 مثلا بنكون عم نكب منهم جزء كتير كبير، بنصغرهم وفي منهم كتير بصيروا صفر اللي عندهم value قليلة، مشان هيك بنستعمل quantization لحتى نقللهم. في quantization في عدة طرق، عدة algorithms. Quantization algorithms allow the partitioning of data values and it is a primary source for loss of data and lossy compression methods. فنحن بس نعمل quantization هدول الفاليوز اللي نكبوا كلهم رح يأثروا بشكل كبير على الريكونستركشن. هيدي it is the primary source of loss. هيدا اللي شرحت لكم اياه. هيدا اذا عندي analog signal، الانالوج signal هو اللي باللون الرمادي والأحمر هي الكوانتايزيشن، وعندي بين كل نقطة ونقطة هايدي إذا أخذنا هيك هايدي الستيب المسافة between two values between two quantizations من إلها step أو quantization interval. هلأ بدنا نحكي شوي عن طرق الكوانتايزيشن. اليونيفورم عندها fixed step يعني كلهم هون النقط المسافات هدول بين الفاليو والفاليو بيكونوا متساويين. هيدي بنقولها uniform quantization and it is the simplest type where the intervals are constant length. اليونيفورم quantization ما بيعطي quality كتير منيحة. إذا تشوفوا هون non quantized image بالجيبيج كومبريشن عملوا كل شيء بس بدون ما يستعملوا quantization، رجعت هيدي هيك شكلها بعد الريكونستراكشن. بينما اللي استعملوا عليها uniform quantization شوفوا قديش يعني صار فيها degradation بالكواليتي بالمرة، مش واضحة مقارنة طبعا مع الـ reconstructed أو مع الـ original.
مشان هيك بيلجأوا لنون يونيفورم كوانتايزيشن أو أدابتيف. نون يونيفورم أو أدابتيف where the intervals have different sizes. The sets of intervals are calculated for each block of coefficients. فإذا هيدي reconstructed without quantization وهيدي reconstructed using adaptive quantization. واضح الفرق إنه بينها وبين ال non-adaptive إنها هيدي أفضل بكتير. The quality is much better as in is very close to the original image or to the image reconstructed without quantization. So نحن رح نستعمل الادابتيف. Quantization is a simple division of DCT coefficients by a divisor. اللي هي الستيب نحن بدنا نقسم على عدد معين بس هيدا العدد ما رح يكون ثابت which replaces the original coefficients by the quotient of division. This is the stage at which we will lose some of the information. The DCT ranges the coefficients in order of importance. Those coding for low frequencies towards upper left corner while less important towards the lower right corner of the matrix. It takes relatively small steps for important values and increasingly large steps as we descend to the bottom right of the matrix. نحن قلنا قبل شوي إنه هيدي الماتريكس اللي طلعت عندي هيدي اللي هون to the right هيدي الفاليوز اللي بالtop left are important. As we move towards bottom right corner, they are less important. يعني ال 65 هيدي اللي هون لو إنها عندها value 65 بس لأن ال position تبعها to the right bottom هي أقل أهمية من وحدة عندها نفس الفاليو أو كلوز فاليو من الستة وستين هايدي. يعني هايدي إذا جينا كبيناها ما رح نخسر كتير من الكواليتي بس هايدي إذا كبيناها بنخسر كتير من الكواليتي. مشان هيك الفكرة هي إنه نقسم الفاليوز اللي فوق على فاليو صغيرة مثلا على واحد أو اثنين أو خمسة بينما منقسم الفاليوز اللي بال bottom right corner على values كبير على values أكبر مثلا فينا نقسمهم على 50 أو على 100 مشان نكبهم مشان نقدر نتخلص منهم بس نحافظ على values يلي موجودين هون أو إذا بدنا ناخد مثلا ناخد عدد موجود هون وهون خليني أطلع مثلا هيدي الـ 24 أهميتها أقل من هايدي الـ 22 أو من هايدي الـ 26 فالـ 26 اللي فوق بنقسمها على عدد صغير بينما هايدي الـ 24 بنقسمها على عدد كبير مشان شو؟ مشان تصير صفر ونتخلص منها لأنه نحن بنخلي الكوشنت يعني العدد الصحيح ومنكب الفراكشنز سو نحن بحاجة لفورمولا تسمح لنا نعمل هالشي مثلا واحدة من simplest formulas إنه نحن بنعمل quantization matrix اللي بدنا نقسم عليها quantization matrix نحسبها as function of ij كل ما كبرت ال i وال j كل ما كبرت ال value تبعت ال element بال quantization matrix For example, 1 plus i plus j, 1 times هذه كلها 1 plus i plus j times some constant. هذا الكونستانت من وين منجيبه؟ منجيبه experimentally. مثلا we assume إنه 5 بيقعدوا بيجربوا بيحطوا 4 بيحطوا 10 بيحطوا 50 بيرجعوا بيجربوا لحتى يلاقوا شيء يكون يعني يعطي كواليتي منيحة بحيث إنه ما يكون في كتير loss of quality وبحيث إنه يطلع الكمبريشن كمان جيدة
هلأ فينا نحن نخترع غير فورمولاز، مش بالضرورة هاي الفورمولا، بس هاي it's an example to show إنه كل ما رحنا نحن كل ما كبرت الـ i والـ j، كل ما كان الرقم يلي بدنا نقسم عليه هيدا بيكون أكبر. هيدا الـ f بسموه الـ quality factor. It can be little changed in some software such as Photoshop. الـ quality factor فينا نتحكم فيه نحن. كل ما كبرنا الكواليتي فاكتور، يعني منكبر العدد بالكوانتيزيشن ماتريكس اللي عم نقسم عليه، كل ما خسرنا أكثر من المعلومات، لأنه منخسر عدد أكبر من الأرقام بقلب الماتريكس. The quantization matrix can be given as a result of psychophysical studies with the goal of maximizing the compression ratio while minimizing loss in JPEG images. فينا نعمل لها فورمولا نحسبها وفيها تكون given. It can be given، يعني فيهن يعبوها الإليمنتس اللي بقلبها مانيولي. فإذا هون عندي given some quantization matrix، هيدي اللي بالأول، هيدي مفترضين إنها given، مش عاطيني الفورمولا. بالامتحان يمكن أعطيكم فورمولا وأقولكم حسبوا الكوانتيزيشن matrix، بس المهم نلاحظ نحن إنه هون الأرقام اللي منقسم عليها هي أرقام صغيرة، بينما هون الأرقام اللي منقسم عليها هي أرقام أكبر. هلأ أكيد مش مستعملين الفورمولا اللي فوق، لأنه مثلاً هون 101، 103، هون 99. هذه عاطينها يمكن as a result of psychological experiments، يعدوا بيجربوا ويصيروا يغيروا بالأرقام وبعدين بيطلعوا سم ماتريكس. وغريب إنها كمان مش سيمتريك، يعني أول رو مش مثل أول كولوم، شوي بيختلفوا عن بعض. whatever، إذا جينا نحنا قسمنا الماتريكس اللي حصلنا عليها باستخدام DCT، هاي DCT transformed matrix، يعني after applying DCT transformation، هاي للتكستشر منه rich texture للهوموجينيوس بلوك، هيدا يلي هون. إذا جينا قسمنا ثاني ماتريكس على أول ماتريكس، هن محطوطين يعني ترتيب غلط، لازم يتبدلوا، وهون منحط الاسم. كيف منقسم أول إليمنت على أول إليمنت؟ 515 على 16 طلع عندي 32، 65 على 11 طلع 6، ناقص 12 على 10 طلع ناقص 1، شايفينهم؟ فنحن منقسم element by element، هذه هينا الoperation، وبطلع عندي الresults. ضل عندي من كل ال 64 element 4 5 6 7 elements، والباقيين طلعوا كلهم zeros. هلأ بما إنه هن بالديجنال المرتبين هيك، نحن فينا نستعمل run length encoding مشان كل الصفار اللي هيك بالدياجونال نخزنهم as، هيك نشوفهم، نخزنهم as one element. يعني منقول نحن من ال 64 ضل عنا 7، يعني 57 0 يمكن، او يمكن يكون بينهم اشياء، يمكن two sequences of zeros. بس إذا استعملنا الـ RLE هون رح يكون كتير فعال، والـ RLE مش اللي order row wise أو column wise order، اللي هو diagonal wise order. فبعد ما نعمل quantization نروح نستعمل الـ RLE، وبعد الـ RLE نرجع نعمل هافمان عليهم على الـ result تبع الـ RLE. فآخر مرحلة هي الانكودينج. إذا الريزلت اللي حصلنا عليها هذه للتاني فراجمنت، نفس الشيء قسمنا الاف كبيرة اللي حصلنا عليها after discrete cosine transformation، هذه قسمناها على الكوانتيزيشن ماتريكس اللي شو سميناها، سميناها كيو، حصلنا على كوانتايزد
ماتريكس، يعني هون لأنه ريش تكستشر عدد أكثر من الإليمنتس، فالآر ال إي بتشتغل على هذه الشقفة، بس ما بتشتغل as well as on the previous block, on the homogeneous block. So the third step is to compress. هون هي مش third فعليا، يعني third أصلهم بالcalculations، يعني إذا بدنا نحسب DCT quantization and coding. Compress without loss. JPEG uses variable length code. مين هو ال variable length؟ هو ال Huffman code. After using RLE طبعا، لأن ال run length code كتير مناسب لنشيل، يعني في عندي كتير zeros. The JPEG group has chosen to treat zeros in a special way because of their big number. It uses a special scanning for larger possible sequences of zeros, which is called zigzag sequence, zigzag RLE. يلي بيمشي ببلش بيروح على اليمين أول شيء، وبعدين بينزل هيك بهاي السيكونس. بس أول ستيب بتكون تتذكروا بده يروح على اليمين، مش هيك لتحت أول ستيب وبعدين بيطلع، لا أول ستيب هيك وبعدين بينزل نزول وبعدين بيكمل. لحظة دق الجرس بالإذن. فنحن في عندي هدول ال الأفتر كوانتيزيشن، عندي طلع تو ماتريسز. مين؟ لحظة، عندي محاضرة. اوكي. هلا decompression is the opposite of compression exactly. يعني نحن اول شيء بدنا نرجع نضرب بالquantization matrix، بعدين نعمل inverse discrete cosine transformation. مشان نحصل نعمل reconstruction للإيمج. هيدا الاكزامبل بالديكومبريشن. هون في عندي اذا بدنا ناخذ الاف اللي حصلنا عليها، افتر كوانتيزيشن، اذا رجعنا ضربناها بالكوانتيزيشن ماتريكس رح نحصل على هيدي. يعني بنمشي from left to right أول شيء هيك، وبعدين نرجع نعمل inverse discrete cosine transformation. لا مش هيك، هيدي هون بدها تيجي، هيدي هون inverse discrete cosine transformation. نحصل على reconstructed matrix. واخر وحده هي اللي بتلاقي لي الفرق، اذا بتتذكروا فينا نقيس الديستورشن ميجر، بس هون مش عم بتقيس الديستورشن ميجر. يعني لنقيس الديستورشن ميجر بدنا كل وحده نعملها سكوير ونجمعهم كلهم ونقسمهم على عددهم ونطلع السكوير روت. بس هي بتلاقي لي الفرق بين الأوريجينال والريكونستركتد، الإف ماينس الإف تيلدا إليمنت باي إليمنت. فرح بتشوفوا إنه هون في البيكسلز الفاليو تبعهم بين 0 و255 مثل ما أنا شايفة. الفرق هو 1 و2 و3 أو بلس أو ماينس، يعني ما في فرق كبير. في كذا بيكس، في وحدة عندها فرق 8 وحدة عندها فرق 6،
فالعين ما رح كتير تميز بين الميتين مثلا 235 و236 إذا plus minus one الفرق بين الأوريجينال والكونستركتد ماتريكس مش كبيرة، هيدا بالهوموجينيوس بلوك. أما إذا منطلع على الريتش إن تكستشر بلوك رح نشوف الفروقات هون، هون نفس الشيء بدنا من يعني من الكوانتايز نرجع نضرب بالكوانتايزيشن ماتريكس وبنعمل انفيرس دي سي تي بنحصل على هيدي، رح يكون الفرق هون اكبر بكتير بالريتش إن تكستشر، يعني رح نخسر من الكواليتي وات ذا سيم تايم الكومبريشن ريشيو ما رح تكون عالية كتير، يعني ما في عندي كتير gain بالcompression. فكل ما كانت الصورة فيها homogeneous fragments كل ما كانت الcompression أفضل، الألوان بتكون قريبة على بعضها. Okay, that's all. بعدكن عم تسمعوني؟ في معي حدا؟ طيب أنا حاسة ما في حدا for today، يعني شرحت كل شيء بدي أقولكم إياه، وإذا في عندكم أسئلة إذا اللي ما حضروا المحاضرة المرة الجاي بيحبوا يسألوا بيقدروا يسألوا. يعطيكم العافية.